هجوم للمقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة على مواقع للحوثي في زبيد والجراح بالحديدة ومصرع العشرات. منطقة كهبوب في لحج تنضم إلى قائمة المناطق المحررة من سيطرة الميليشيات. مصرع قياديين حوثيين في مقبنة بتعز وانهيارات في صفوفهم. أهلا بكم. شنت قوات المقاومة الوطنية وألويات العمالقة والمقاومة التهامية هجوما واسعا على مواقع ميليشيا الحوثي في مديريتي زبيد والجراحية بمحافظة الحديدة. وذكرت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة نفذت عمليات عسكرية نوعية بإسناد من القوات الإماراتية، وكبدت ميليشيا الحوثي خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وأضافت أن قوات حراس الجمهورية والعمالقة التهامية حققت تقدما كبيرا في هجومها على ميليشيا الحوثية. وكانت قوات حراس الجمهورية وألوية العمالقة والمقاومة الجنوبية أعلنت استكمال جهوزيتها لتطهير محافظة الحديدة من ميليشيا الحوثي الإرهابية عقب استعادتها لمنطقة البرح وخنق عصابات الحوثي غربي تعز. وفي لحج تمكنت القوات الحكومية وبإسناد من القوات الإماراتية من تحرير منطقة كهبوب في مديرية القبيطة ودحر ميليشيا الحوثي التي كانت تحتل المنطقة. وجاء تحرير كهبوب ضمن سلسلة الانتصارات الميدانية التي تحققها القوات الحكومية وبإسناد فاعل من قوات التحالف العربي في أكثر من جبهة وسط انهيار لميليشيا الحوثي الإرهابية، وبالتزامن مع دحر مسلحيهم في جميع جبهات القتال. كانت ميليشيا الحوثي قد انهارت في جبهة الساحل الغربي بعد سيطرة قوات العمالقة وحراس الجمهورية على مناطق شرق مفرق المخا والبرح ومفرق البرح، وقطعت الإمدادات على الحوثيين وسقطت تلقائيا مديرية موزع وكهبوب، ويتوقع أن تسقط بقية المناطق في مقبنة والوازعية. كما لقي 4 قياديون حوثيون مصرعهم بمديرية مقمنة غربي تعز. وأكد مصدر عسكري أن القيادي الحوثي عبد الفتاح عبد الباري المتوكل قائد ميليشيا الحوثي في جبهة مقبرة لقي مصرعه، وقتل قيادي آخر كان يعمل قائدا لنقطة مفرق الوازعية. وأضافت أن قياديين آخرين حاول التسلل إلى مواقع في منطقة القحيفة بمديرية مقبنة، إلا أنه يقظت قوات أفراد القوات الحكومية كانت لهما بالمرصاد، ما أدى إلى مصرعهما. وللحديث عن الانتصارات للقوات المشتركة وانكسارات الحوثيين ودلالتها ينضم إلينا عبر الهاتف الإعلامي فهد الشرفية. أستاذ فهد، تحدثنا عن ما يحدث الآن في الجبهات والهجوم الذي وقع على مواقع الحوثيين في زبيد والجراحي وفي الحديدة أيضا، وتوقعاتك لسير المعارك. مرحبا وسهلا بكم. أولا نحمد الله على ما يتحدث من انتصارات جبهة الساحل، رغم أننا بعيدين عن أخبارها لكننا نتابع لما تتابعون هذه الأخبار التي في الحقيقة تثلج الصدر. انتصارات متوالية في الساحل وتحرير مسافات شاسعة بالكيلو وصفوف وتهاوي لنفوذ هذه الجماعة الظلامية في الوقت الذي تتزامن فيها الضغط أيضا في جبهات صعدة، ونحن كنا دائما ننادي إلى أن يتم تنشيط الجبهات كلها في وقت واحد، لأنه من المؤسف أنه أحيانا تفتح جبهة معينة ويتم فيها الضغط ولكنها تنوم بقية الجبهات، فيعطى للحوثيين فرصة لأن يتجمعوا على جبهة معينة حتى يفتكوا بها، وهذا أمر في خلل كبير. كنا ننادي بأن يتم تحاشيه، لكن اليوم والحمد لله جبهات الساحل وجبهات صعدة تتناغم وتؤدي دورا جيدا وتحقق انتصارات جميلة، وأتمنى أن تواكب أيضا بقية الجبهات الأخرى
هذه الفرصة التي ينتظرها شعبنا للخلاص من هذا الكابوس الجاثم على صدره. نعم، ما الأهمية الاستراتيجية للحديدة في تأمين سير الجبهات؟ الوصول إلى الحديدة معناها القضاء على المنفذ الوحيد للحوثيين، والقضاء أيضا على المصدر الاقتصادي الذي تمول من هذه الجماعة مكاتفيها وحروبها، حتى ما حولت ميناء الحديدة إلى ميناء عسكري لتهريب المتفجرات والأسلحة من إيران، وحولته أيضا إلى مكان لسلخ الناس وسلخ التجار بالأوتاوات والضرائب الباهظة والجمارك الباهظة التي تورد إلى جيوب المتنفذين من عناصر هذه الجماعة، الذين كانوا إلى الأمس القريبة عبارة عن صعاليف أصبحوا اليوم يتطاولون في البنيان وأصبحوا اليوم من أصحاب الثراء والنفوذ. هؤلاء هم الذين يجب أن يذهبوا إلى الميدان ليقتلوا، وهي فرصة لأن أطلق دعوة عبر قناتكم الكريمة لكل الآباء أن عليهم أن يحافظوا على أبنائهم وأن يتركوا هؤلاء المفسدين والمجرمين، هم الذين ينزلوا إلى الجبهات لينالوا مصيرهم. هؤلاء هم الذين نهبوا الشعب وقتلوا الشعب ونهبوا مقدرات الدولة. نعم، وماذا عن سير المعارك في صعدة؟ المعارك في صعدة تسير بوتيرة جيدة وما هو مخطط لها. نعم، الجبهة الشمالية تحرز انتصارات طيبة وتحافظ على كل المواقع. حاول الحوثيين خلال الأسبوع الماضي بكل جهد أن يستعيدوا أي تبة أو أن يستعيدوا أي مساحة من المساحات التي فقدوها، ولكنهم عجزوا. وفي هذا المحور وحده خلال 20 اليوم الماضية لقي أكثر من 300 حوثي مصرعه، إضافة إلى مجموعة من القيادات الميدانية في المحور الشرقي أيضا كذلك في المحور الغربي. كل جبهات صعدة تحقق إنجازات، وفي قادم الأيام وبعد مؤتمر أبناء صعدة إن شاء الله سنسمع أيضا زخم كبير لهذه الجبهات. الجميع هدفهم اليوم واحد، وهو استعادة صعدة واستعادة اليمن. نعم، ونكتفي بهذا القدر للحديث مع الإعلامي فهد الشرفي، ونعتذر أيضا لرداءة الصوت من المصدر. وكان العشرات من أبناء مديرية موزة أعلنوا تأييدهم للمقاومة الوطنية وقوات حراس الجمهورية وانضمامهم إليهم للدفاع عن الجمهورية وتطهير المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الميليشيات الحوثية التي تم طردها من عدة مناطق بالساحل الغربي. ومن هنا ننقل إليكم تحية تلوية المقاومة الوطنية الشرفاء، ونقول لكم إنا قادمون إليكم، إنا قطعنا على أنفسنا عهد أننا سنحرر ونطهر البلاد من شرقها إلى غربها. رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه وتم بأيديهم وتأييد من الله وأدوا الفتنة تماما في مفرق المخا وتطهيره من ميليشيات الظلم والظلام. فها هي الأرض تستنشق هواء الجمهورية وتحيي أقدام الرجال على ثراها. بات مفرق المخا تحت سيطرة المقاومة اليمنية الباسلة متشاركة مع السواعد السمراء غربا بالمقاومة التهامية وجنوبا بعمالقة الرجال. ميليشيات الحوثي جثثهم يسرقون جثثهم ويذهبون عيال الناس. صور مأساوية لميليشيات الحوثي التي تركت ضحايا تغريرها في العراء بعدما زجت بهم في محارق الموت. نصر وهمي تحاول الميليشيات تسويقه للعامة، لكن الواقع اليوم اختلف. وها هي كاميرا قناة اليمن اليوم تخلد بالصور فرار هذه الميليشيات التي أدركت مؤخرا أنها أمام عجلة تحرير أشبه بكرة الثلج تكبر رويدا رويدا في كل تقدم، جارفة كل من يقف في طريقها. في سياق الهروب الجماعي لميليشيات الحوثي تظهر الصور كمية الحقد الدفين الذي تضمر هذه الجماعة على الأرض والإنسان.
فقد زرع الحوثي كافة الطرق والمناطق بالألغام تحسبا للهروب، وجعل المناطق المحررة غير قابلة للسكن الآدمي. لكن رجال الفرق الهندسية لحقد الحوثي بالمرصاد، فقد تم انتزاع الألغام من المزارع، وتم الكشف عن عبوات نازفة لتفجير المنازل وألغام مموهة على شكل حجارة تستخدمها ميليشيات الحوثي للتفجير عن بعد بأسلاك كهربائية. هذا ما تم نزع القليل منها، وبقية الألغام لازالت في المواقع يتم نقلها إلى هذا المكان. أمن مديرية موزع والذي حولها الحوثي إلى سجن لأبناء المنطقة يحقق فيها معهم ويحتجزهم خارج القانون ووفقا لما تقتضيه أهواء الجماعة. فها هي الكاميرا تظهر جانبا كبيرا من الضيم والضرر التي كانت تعيشها موزع في ظل حكم الميليشيات. يدعونه سيدا نشاهد هذه الوثائق التي تخص سيئهم في هذا الموقع، وقد تركتها ميليشياته وكلماتها التي يقولها خلال هذه الفترة مسجلة له بكتيبات. الانتصارات المتتالية تقابل من أبناء المناطق المحررة بترحيب حار كما حصل في منطقة موزع، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على فقدان الحوثي للحاضنة الشعبية وانكشاف الغطاء تماما عنه في بقية المناطق. نحن الآن في مدخل الشرقي لمدينة موزع، تم السيطرة عليها من قوات حراس الجمهورية. بات الطريق جميعه مؤمناً وعجلة التحرير تدور دون ما كلل أو ملل، فالنصر بات كالولادة، فهو أمر مفروغ منه ولا رجعة إلا بالإتيان به، بالروح بالدم. أبديك يا يمن بالروح بالدم، أبديك يا يمن بالروح بالدم، أبديك يا يمن. من جهة ثانية، قامت الفرق الهندسية والميدانية المتخصصة بنزع الألغام من المناطق السكنية والزراعية والتي قام الحوثيون باستخدامها لتفخيخ المناطق السكنية والزراعية والطرق العامة وبعضها لتفجير المنازل والأفراد. جماعة الموت الحوثية لا تصدر سوى الموت ولا تجيد سوى الدمار وتفجير المنازل. تلغيم الأرض التي تتواجد فيها الميليشيات سلوك عرفت به هذه الجماعة منذ نشأتها، فتتعمد زراعة آلاف الألغام في المناطق التي تصل إليها في محاولة لحماية مقاتليها وقناصيها في ثكناتهم ومخابئهم في المناطق التي تدعي الجماعة أنها باتت تحت سيطرتها. الفرق الهندسية التابعة للمقاومة الوطنية وحراس الجمهورية وألوية العمالقة انتزعت آلاف الألغام التي زرعتها ميليشيات الموت الحوثية في مزارع المواطنين والأحياء السكنية. لم تكتفي هذه الجماعة الدموية بالجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها أو تسببت فيها ويكابدها المواطن لتزرع الموت في حقوله الزراعية والمناطق الآهلة بالسكان بعد تهجير هربا من جحيم الحرب العبثية التي أشعلتها الجماعة. هذه الألغام التي تشاهدونها الآن هي من البضائع التي تتركها ميليشيات الحوثي في المواقع التي يقومون بالتواجد فيها. نشاهد الآن بأم العين حجم هذه الألغام وحجم الترسانة التي جعلوها في المناطق التي تأهل بالسكان والمناطق التي يتواجدون فيها. هذا ما تم نزع القليل منها، وبقية الألغام لازالت في المواقع يتم نقلها إلى هذا المكان ويتم تصويرها وعرضها للمواطنين والقنوات، يعني لكي يطلعوا على ما يقوم به الحوثيين وأعوانهم بزرع هذه الألغام في المناطق المؤدية للقرى للخطوط السير للمواطنين. يعود السكان بعد تطهير مناطقهم من ميليشيات الحوثية معتقدين أنهم باتوا في مأمن وبالإمكان ممارسة حياتهم الطبيعية في مناطقهم ومنازلهم البسيطة، ولكن الموت الذي زرعه الميليشيات لا يزال يتربص بحياتهم فيخطف أرواح الكثيرة ويترك البعض أحياء تصحبهم إعاقات دائمة
تكشف حقيقة الميليشيات الدموية وبشاعة جرائمها. وللتقليل من مخاطر الألغام التي تزرعها الميليشيات، تعمد المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية من خلال الفرق الهندسية المتخصصة باستكشاف الألغام التي زرعتها الميليشيات في المخاو موزع، وهي إجراءات تقوم بها المقاومة الوطنية وحراس الجمهورية عقب كل عملية تطهير لمواقع أو مناطق كانت تتحصن فيها الميليشيات ونزعها والتخلص منها حتى يتمكن السكان من العودة إلى مناطقهم ويمارسون حياتهم الطبيعية ما أمكن. نفديك يا يمن بالروح بالدم، نفديك يا يمن بالروح بالدم. وكانت مديرية الوازعية القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجية شهدت معارك أسفرت عن تقدم أبطال المقاومة الوطنية وألوية العمالقة في مركز المديرية وعدد من القرى والسلاسل الجبلية التي دحرت فيها عناصر الميليشيات الحوثية. نحن في مفرق الوازعية والعريش وقطعنا خط عز أبطال قوات اللواء الثاني عمالقة والسادس عمالقة. عمليات التفاف استباقية ومعارك هي الأعنف استخدمت فيها المدفعية والأسلحة الثقيلة وسط انتصارات متتالية ناجحة وسريعة نفذ أبطال المقاومة الوطنية وألوية العمالقة التي تمكنت من تحرير مفرق الوازعية غربية عز والسيطرة الكاملة عليه، والذي يعد بوابة العملية العسكرية باتجاه تعز من المحور الغربي، ويقطع أهم طرق إمدادات الميليشيا بين البرح ومقبنة وتعز، وذلك بعد المواجهات والسيطرة على وادي رسيان تكبدت على إثرها الميليشيات خسائر فادحة وضربات موجعة عبر مختلف الجبهات وعلى التلال المحيطة به، وذلك بعد استعادة مفرق المخا غربي تعز. المقاومة الوطنية تمكنت أيضا من السيطرة على سلسلة جبلية مطلة على الطريق الرئيسي كانت تتمركز فيه قناصات الميليشيا الحوثية والتبة السوداء وجبل الخزان الاستراتيجي وسط استمرار تضييق الخناق على مسلحيها. محور الساحل الغربي هو الآخر يشهد عملية عسكرية واسعة ينفذها أبطال ألوية العمالقة في مفرق المخا بمحافظة تعز للسيطرة على مناطق جديدة وتطهيرها من جيوب وأوكار ميليشيات الحوثي. وأمام ذلك الاستبسال والصمود الأسطوري تتهوى ميليشيات الحوثي وتصاب بحالة من الهلع الشديد وتجر أذيال الخيبة والخسارة بعد سقوط العشرات من عناصرها ما بين قتيل وجريح وأسير واستسلام عدد كبير منهم بعد تضييق الخناق عليهم في جبهات القتال كافة. كما تكبدت ميليشيا الحوثي خسائر في الأرواح والعتاد في جبهة البيضاء ولقي أحد قياديها في جبهة ناطع مصرعه ومرافقيه. جبهة البيضاء أوقدت نارها كغيرها من الجبهات حتى ابيضت لتكوي ميليشيات الحوثي مخلفة خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. مصادر محلية أفادت أن العشرات من الميليشيات لقوا مصرعهم بعد محاولتهم التسلل إلى الخط الإسفلتي الرابط بين جبهتي الملاجم وعقبة القنذع بمديرية نعمان التي حررتها القوات الحكومية وقطعت إمدادات الميليشيات. جبهة قانية هي الأخرى توالت فيها هزائم الحوثيين، حيث لقي 12 حوثيا مصرعهم وأصيب آخرون في محاولة تسلل أخرى فاشلة للعناصر الحوثية على مواقع خدار الخميس والعرجة والخليقة والهد. إلى ذلك لقي القيادي الحوثي المكنى بأبو باقر قائد مجموعة القناصين مصرعه في جبهة ناطع في مواجهات القوات الحكومية مع الميليشيات الحوثية خلال اليومين الماضيين، ومعه عدد من عناصره. ويعد أبو باقر من القيادات البارزة وفي مصرعه تخسر الميليشيات أحد أبرز عناصرها. ضربات موجعة تتكبدها العناصر الظلامية على أيادي أبطال القوات الحكومية الذين يواصلون العمليات القتالية وتسطير أروع الملاحم البطولية والتقدم الميداني في مختلف الجبهات ضمن معركة الخلاص الوطني من عصابة الحوثي الكهنوتية. أعرب الاتحاد الأوروبي مجدداً عن دعمه للمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وأكد الاتحاد في بيان له أن الحل السياسي التفاوضي وحده هو الذي سيضع حداً للنزاع ويستعيد الأمل والاستقرار والسلام في البلد.
وكذلك المنطقة، مشيرا إلى أن ذلك ما أكده بيان الأمم المتحدة الذي جدد دعمه الكامل وغير المشروط للمبعوث الخاص لاستكمال إطار عمل المفاوضات. أقفلت كلية الأعلام بجامعة صنعاء أبوابها أمام الطلاب وحجبت نتائجهم، والمعنيون من قبل الميليشيات الحوثية يواصلون نهب رسوم قسم الموازية. أقفلت كلية الإعلام أبواب مكاتبها أمام الطلاب دون ما التفات لحاجتهم في استخراج نتائجهم العالقة ومشاريع تخرجهم وحتى إفادات التخرج. يذكر أن إقفال الكلية لأبوابها لأكثر من 3 أشهر مضت ولا أمل لفتحها إلا بتسليم رواتب العاملين في الكلية، لتظهر المشكلة وكأنها إضراب عام عن العمل في ظل عدم اكتراث من جماعة الحوثي التي لم تدفع راتبا ولا ألزمت القائمين على مصالح الطلاب باستكمال مهامهم. في سياق متصل انتشرت في أوساط ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تفيد بقرار إيقاف رئيس جامعة صنعاء أحمد الدغار المعين من قبل جماعة الحوثي وإحلال الحوثي إبراهيم المطاع بديلا عنه. يذكر أن الدغار غادر منصبه بعد فضيحة مالية تتعلق بالرسوم الجامعية للموازي والتي تصل إلى ملايين الريالات، واكتفت ميليشيات الحوثي بإيقاف الدغار على إثر هذه الفضيحة المالية وإحلال آخر من الجماعة مكانه. وكانت جماعة الحوثي قد منعت جميع طلاب قسم الموازي عن دخول الاختبارات إلا باستيفاء الرسوم كاملة، غير مبالية للأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب اليمني جراء انقطاع الرواتب وضيق العيش. ويذكر كذلك أن ذريعة الحوثي في منع الطلاب كانت تتمثل في الأعباء المالية التي تتحملها الجماعة لدفع رواتب العاملين فيها والذين لم يستلموا أي مستحق مالي إلى اليوم. النشرة مستمرة وتتابعون بعد الفاصل. دولة ثابتة مثال حي على بشاعة ميليشيا الموت الحوثية. كان الناس تضج في الشارع اذا رفعنا ريالين في الديزل. خدمة اساسية لا في لا بترول ولا غاز ولا ديزل ولا ايش اقول لك انا، كل شيء غالي غالي غالي. اذا رفعنا ريالين في البترول المشتقات النفطية يعني باسعار خيالية وما يستطيعش احد يعني حتى دفع تكاليفها. يعني في تعب وفي جعجعة يعني لنا 3 أيام واليوم الرابع عشان دبتين 3 دبات بترول. امرأة يمنية سلبتها الحرب العبثية التي تسببت في إشعالها ميليشيا الموت الحوثية 3 من أبنائها وفجرت الميليشيات منزلها لتصبح في العراء. دولة ثابتة انموذجا لجرائم الميليشيات المتواصلة في حق نساء وأبناء اليمن. دولة ثابتة تعيش وحيدة بعد أن فقدت 4 من فلذات أكبادها وحفيدين في الحرب. تستحق هذه المرأة أن ينقش اسمها بماء الذهب في صفحات التاريخ نتيجة ما قدمته في سبيل الوطن وتحريره من ميليشيات الحوثي. تعد دولة إحدى القلائل التي سطرت أعظم المواقف البطولية في التضحية والصبر، وهي تفقد أبنائها 4 واحدا تلو الآخر فداء للوطن ودحر ميليشيات الحوثي في محافظة تعز. الأول استشهد بالعسكري طه، والثاني استشهد بالمجلية هنا بالجامعة الهادي رياض،
والثالث كمان بالتحرير الجحملية بالقولة الجحملية، وهذا الرابع بالتشريفات، والحفيدي أنوار عند المركز الثقافي، وابن ابني ثاني بالنشوان بالبيت، قاعد له الشرطية داخل البيت. الله يرحمهم جميعا. لم تشكو أو تندم لفقدان أبنائها، وإنما كان كل وجعها لأجل الوطن، لتعيش اليوم واحدة مشردة بعد أن فجرت الميليشيات منزلها، لاجئة لسكن مؤقت نتيجة التهجير الذي تعانيه. هدموا بيوتنا، هربنا، خرجنا لملابسنا، ولا شلينا حاجة من بيوتنا. يلا بعده. الآن إحنا ساكنين بيوت الناس، وإحنا تحت الجبل، قد الناس يشتوا بيتهم. بيتنا بيوتنا ما عندش صالحات، بيوتنا مهدمات، بيوتي وبيوت عيالي برأس الجحملية، سفل الجحملية من جامع التوحيد. دولة ثابت، مرأة يمنية أصبحت مثال في الصبر والنضال والتضحية. عبد الناصر يوسف، اليمن اليوم، تعز. أصبحت القمامة في زمن الحوثي مكانا للبحث عما يسد رمق الجعين الذين تزايدت أعدادهم بعد أن أثقلت كواهلهم وتفاقمت معاناتهم جراء ممارسات الحوثي الهادفة إلى تجويعهم. هذا الرجل واحد من أكثر من 8 مليون يمني لا يعلمون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة. وضع كارثي دفعه إلى البحث عن وجبته المفقودة بين أكوام القمامة. ولو فتشنا عن حالات أخرى كما يفتش هذا الرجل للحصول على ما يسد جوعه لوجدنا واقعا لا يختلف كثيرا عن حاله. فهذه الفتاة تبحث خلسة عن قوارير بلاستيكية ومعدنية علها تعود عليها بثمن يمكنها من شراء رغيف الخبز لإخوتها العشرة. كم أنتم أخوة؟ عشرة. الوضع الإنساني في اليمن كارثي جراء تنصل الأطراف كافة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين الواقعين في مناطق سيطرتها. فمنذ عام ونصف حرم أكثر من 1,250,000 موظف من رواتبهم، ما جعل الكثير منهم على رصيف البطالة وحافة المجاعة برفقة 22 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة. نحن نرى يوميا تقارير مدنيين عن مدنيين يموتون من الفقر والجوع والأمراض، ولكن يجب أن لا ننسى أن هناك سياسيين من كافة الأطراف يعتاشون من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية. نراهم في خطاباتهم تارة يحركون النعرات لتعميق الشرخ في المجتمع اليمني، وطورا يعلنون عن مواقف مؤيدة للسلام، بينما نسمعهم في المجالس الخاصة غير آبهين لمعاناة شعبهم. لا يبالي المتصارعون إن استمرت الحرب سنوات أخرى، فهم يعتشون عليها، هكذا أكدت تقارير الخبراء المعنيين بالشأن اليمني، غير آبهين بحالة الفقر المدقع والمعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم لملايين اليمنيين. لكن السؤال بعد هذه المشاهد الصادمة لمن يتضورون جوعا إلى أين؟ ولمناقشة الوضع الإنساني وما آلت إليه أحوال المواطنين جراء ممارسات الحوثي التجويعية، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور الناشط الحقوقي غالب القديمي. دكتور غالب، حياكم الله. اولا بدايه حياكم الله، انا لست دكتور، انا ناشط حقوقي. نعم، من باب التعديل فقط. نعم استاذ، نعم استاذ غالب، يعيش اليمنيون حاله اقتصاديه غايه في السوء، كيف يمكن اتجاوز هذه الاوضاع في ظل الصراع القائم على السلطه وثروات البلاد؟
يا سيدتي لا يمكن تجاوز هذه الأوضاع إلا بتحرير اليمن وبتحرير المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي لا تؤمن بأشخاص غيرها، لا تؤمن أنه الناس المتواجدين أنه ممكن تعيد لهم الأمن والأمان والعيشة الكريمة. ميليشيات الحوثي وجدت من الحرب هذه فرصة للإبتزاز والنهب، فرصة لتجارة السوق السوداء، بيع الأسلحة، بيع المشتقات النفطية، بيع حتى مواد الإغاثة تباع في الأسواق تحت مسمى مجهود حربي ودعم للمجهود للجبهات الحربية التابعة لميليشيات الحوثي، جبهات الموت وقتل الدمار. نعم، تمتنع الجهات المعنية عن صرف مرتبات الموظفين لما يقارب العامين، مما فاقم في معاناة السكان. من المسؤول عن هذه المعاشات برأيك أو معاناتهم أيضا؟ المسؤول عن المعاشات ميليشيات الحوثي. ميليشيات الحوثي حتى اللحظة كل ما يأتي من محافظات التي تحت سيطرتها لم تورد حتى فلس واحد البنك المركزي. ميليشيات الحوثي نهبت حتى الاحتياطي في داخل البنك المركزي، فكيف الجهات المعنية توردها مرتبات الموظفين هناك؟ فتنها بس تقوم بنهبات مليارات من أموال الدولة. نعم، زادت الأسعار هذه الفترة بشكل جنوني في اليمن بشكل عام وفي مناطق سيطرة الميليشيات بشكل خاص، كيف يمكن مواجهة ذلك؟ هو مواجهة ذلك الشيء فقط، لن يتجاوز اليمن محنته إلا بتحرير اليمن من قبضة ميليشيات الحوثي، غيرها لا يمكن. استمرار هذه الميليشيات ميليشيات قتل ودمار وتخريب. هذه الميليشيات لا تسعى إلى بناء أو إلى أي شيء غير الهدم والقتل، شعارها الموت. كيف بميليشيات شعارها الموت أن تبني وطن؟ نعم، أزمات الآن متلاحقة ومفتعلة أثقلت كاهل المواطن مع استمرار انقطاع المرتبات طبعا ما يقارب العامين، إلى متى ستستمر هذه الميليشيات في جرائمها وعلى ما يدل ذلك؟ يدل ذلك على أن هذه الميليشيات لا تؤمن بأي شخص أو بأي طرف آخر معها، تريد أن تركع كل أبناء الشعب اليمني ليكونوا عبيدا لها. هكذا ميليشيات الحوثي، وإن لم يكن هناك نية صادقة من التحالف ومن القوات الشرعية أن تقوم وتتحرك لتحرير اليمن ستأتي الكوارث قادمة أسوأ. اليوم يعيش معظم أبناء الشعب اليمني تحت خط الفقر في قرى وفي أرياف محافظة الحديدة، بعضهم أكل من القمامة وبعضهم أكل من أوراق الشجر، وهم يعيشون تحت حصار ميليشيات الحوثي. إذا لم يكن هناك نية صادقة وجادة في تحرير محافظات الشمال الواقعة تحت سيطرة الحوثي قد تأتي كوارث أكثر مما هي الآن. اليوم الدبة الغاز تصل إلى 10,000 إلى 8,000 وغير موجودة، الدبة البترول تصل إلى 10,000 كلها تباع في السوق السوداء التابعة لميليشيات الحوثي. نعم، الناشط الحقوقي الأستاذ غالب القديمي، شكرا جزيلا لك. وفي شبوة توفي 5 أطفال وأصيب 350 بمرض الحصبة الذي يجتاح عددا من مديريات محافظة شبوة. مكتب الصحة والسكان في المحافظة أعلن أن الوضع الوبائي للحصبة أصبح مقلقا مع ازدياد ملحوظ في الإصابات بهذا المرض وفي 5 مديريات، موضحا أن أسباب ظهورها يرجع في الأساس إلى وجود ثغرات في برنامج التطعيم الروتيني للحملات الوطنية للتحصين ضد أمراض الطفولة القاتلة. وناشدت السلطة المحلية منظمات الصحة العالمية واليونيسف ضرورة التدخل والعمل على مساعدة الإدارات والمرافق الصحية وتعزيز قدراتها لمواجهة هذا الوباء القاتل وإنقاذ حياة الأطفال منها. نهاية النشرة، عودة لأبرز ما جاء فيها. هجوم للمقاومة الوطنية والتهامية وألوية العمالقة على مواقع الحوثي في زبيد والجراح بالحديدة ومصرع العشرات. منطقة كهبوب في لحج تنضم إلى قائمة المناطق المحررة من سيطرة الميليشيات. مصرع قياديين حوثيين في مقبنة بتعز وانهيارات في صفوفهم. شكرا للمتابعة.